وفي المؤشرات المطمئنة، وكمعظم مناطق صلاح الدين والتي تعرضت لدمار بالبنى التحتية، تنال ناحية يثرب بقضاء بلد اليوم نصيبا من حملات البناء والتطوير، وبدعم من صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب والعمليات العسكرية، إذ باشرت الجهة المسؤولة تأهيل الشارع الرئيسي والحيوي لمدخل الناحية والذي يربط محافظتي صلاح الدين وديالة، ويسهل عملية التنقل وفك الاكتظاظ عن الطرق الخارجية. تقرير مراسلنا عبد الجبار مهدي. سلسلة إعمار وخدمات للبنى التحتية والشوارع العامة شهدت ناحية يثرب جنوبية صلاح الدين التي صبت حركة الإعمار فيها بعد رجوع أغلب نازحيها اليوم توجيهات حكومة المحافظة وصندوق الإعمار وكتلة الصادقون إعادة 70% من بناء التحتية والشوارع. باشرت الكوادر الهندسية بالمباشرة بتنفيذ المشروع تطوير الشارع الرئيسي لمدخل ناحية يثرب. الجهة المستفيدة منه مديرية بلدية صلاح الدين بلدية يثرب، الجهة المشرفة والمشرفة على التنفيذ ديوان محافظة صلاح الدين. إن شاء الله عندنا مجموعة من المشاريع إن شاء الله على الموازنة اللي تكون لسنة 22-23، هناك مشاريع خدمية لإعادة الحياة لناحية يثرب التي تعرضت إلى عمليات عسكرية نتيجة التحرير من الجامعه الارهابيه. هذا الشارع شارع حيوي يربط باعتبار يربط محافظه دياله بمحافظه صلاح الدين. نحن كنا صادقون النيابيه في مجلس النواب العراقي، واخذنا على عاتقنا في صلاح الدين ان نعمل من اجل خدمه المواطن. اليوم نبارك اهلنا في يثرب هذا الانجاز، السايدين مكتب النائب ناسك مهدي غريب عباس الحشماوي اخذت على عاتقها المباشره والمتابعه الفعليه منذ بدايه المشروع، ورغم المشككين والمطبلين اللي افشال هذا المشروع، اليوم هذا المشروع ارى النور من خلال العمل المتواصل. هناك رصانه في العمل، نحن متابعين وملزمين ومثابرين. نشد اليوم الشكر تقدير لمحافظة صلاح الدين ورأسهم صندوق إعمار صلاح الدين اللي أخذ على عاتقه بناء المناطق المنكوبة، تعتبر يثرب مناطق المنكوبة. إن شاء الله قريبا تكملت السايدين من بداية بلدية يثرب إلى سعود، سيكون هناك مباشرة بعد إرساء إحدى الشركات. اليوم الشركة اللي استلمت هذا شركة رصينة، شركة لها جذورها. حكومة يثرب المحلية وصندوق إعمار المناطق المحررة وبدورهم أكدوا استئناف العمل لتأهيل شارع يثرب الرئيسي ذو ممرين الذي يربط محافظة صلاح الدين بديالة، ويقصد الآلاف يوميا لزيارة العتبات الدينية وبقية المزارات في صلاح الدين. حقيقة هذا اليوم وعلى بركة الله تمت المباشرة بأعمال فرش الطريق ذو الممرين داخل حدود البلدية، والذي مول من قبل صندوق الإعمار ونفذ من قبل شركة زهو الأبراج في هذه المنطقة، وسيمتد العمل باتجاه منطقة البحشمة للطريق ذو الممرين، والذي سينهي معاناة كبيرة للناس، وهو حقيقة يعني محل طموح وأمل ومتابعة كبيرة جدا واهتمام عالي وتغيير نوعي وتطور نوعي في المنطقة. هذا تعتبر المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية وهي طريق ذو الممرين من تقاطع بلد حتى حدود البلدية، والذي سينفذ ضمن خطة الأمن الغذائي إضافة إلى مشاريع أخرى، وهي مثل مشروع مع الأخوة خي بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب في الساعة، إضافة إلى مشروع بطاقة 1000 متر مكعب في الساعة سينفذ من قبل صندوق الأعمار ويمول، إضافة إلى طريق مشروع بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب في الساعة في منطقة زور البحشمة، إضافة إلى مدارس وهي البر الرحيم ومدرسة الضحى، مشاريع أخرى ستر النور ضمن خطة الأمن الغذائي. نحن موعودون ومتابعون ومهتمون جدا مع محافظة صلاح الدين والسيد المحافظ، وبتنسيق واهتمام عالي من قبل سعادة النائب الأستاذ ناسك مهدي غريب. نطلب من الأهالي أن يكونوا إيجابيين ومتعاونين مع الكوادر والشركات المنفذة. نأمل إن شاء الله أن تكون هناك دفعة كبيرة عالية جدا وفق أكثر من مصدر للتمويل.
بدأنا في صباح هذا اليوم بأعمال تبليط في مشروع مدخل يثرب. هذا المشروع حقيقة اللي يمثل واجهة لناحية يثرب بعد معاناة طالت لأكثر من 10 أشهر عانى فيها المواطن الكثير، كانت هناك أعمال للتوسعة وأعمال لصرف رصف البهارتون والكربستون. حقيقة عانى المواطن الكثير، لكنه إن شاء الله اليوم راح يجد هذه الثمرة بعد أن تمت المباشر بأعمال التبليط. تم تدقيق الخلطة المجهزة من قبل المعمل وكذلك السمك والمواد، كانت حقيقة ضمن مواصفات الطرق والجسور المعتمدة لدى دائرة طرق الجسور صلاح الدين. من ناحية يثرب عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.